السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي اول مره شدوا الفيديو ديالنا، طبعا ما تشترك في القناه في البطونه تحت اللي كاين الحمراء، وكذلك تفعل الجرس بيوصلكم ديما الجديد بخصوص هذه القناه ان شاء الله، قناه عالم مشاريع. فالحمد لله دائما كنحاول نجيب لكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع ان شاء الله، وما تقوش على خدام مع الناس وتعيشوا الحريه الماليه ولما لا، وشعرنا هو الاحتكار المعلومه الاخوان. فاذا عجبكم الفيديو ما تنساش خلينا واحد لايك باش تشجعونا ان شاء الله، باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. دائما كنقول لكم لان كنشوفوا المشاهدات كثيره والتشجيعات قليلة. لهذا الحمد لله كنتمنوا يعني تدعمونا غير بالتعاليق الايجابيه الى غير ذلك الاخوان. اذا كما شفتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو، اللي ما غتشوفوا معايا اله رائعه جدا ومربحه ومشروع متكامل. هذه الاله الاخوان راه ما عندهاش حتى 5 شهور في السوق، يعني باقا جديده وحصريه يعني، وقليل اللي خدام بها. الا جينا نقولوا في المغرب راه ما عند حتى واحد هذه الاله هذه اللي اسمها بروكولوريد. بروكولوريد هي واحد الشركه يعني كتقدم بزاف ديال الافلام، اللي جينا نقول بحال شركه الابسون، الشركه ديال اش بي، شركه الكانون. هذه يعني شركه مستقله كدير يعني يعني الالات ديال الطباعه كما كنقولوا الاخوان. عندها اليو في، عندها الاله ديال اليو في ديالها، عندها الاله ديال الدي تي اف ديالها، عندها الميكروفيبر ديالها، عندها يعني الالات مستقلين، ولكن الراس كتاخذو يعني عند شركه الابسون اللي هو ال 1800 اللي مركب في هذه الاله هذه. فنبداو بالثمن ديالها. الثمن ديالها الاخوان، هذه الجروب كامل متكامل يعني فيه الفران ديالو، فيه المسائل ديالو كامله، كيوصل ما بين 1800 دولار حتى 2500 دولار، اي ما بين يعني 1,800,000 حتى يعني 18,000 درهم حتى 25,000 درهم. يعني هذه هي الاستيماسيون ديالها، هذه في علي اكسبريس. يعني هنا فاش كتوصل للمغرب كتوصل حتى 3,800,000 اي 3,800 دولار. هاد الاله هذه شنو كتخدم الاخوان؟ يعني كما قلنا الاله ديال الدي تي اف كتعني الدايركت تو فيلم، ولكن هاد الاله ديال الدي تي اف كما قلنا الاخوان راه فيها يعني مستويات. كاين مستوى اللي يعني صغير ومتوسط الى غير ذلك. فالاله ديال 60 سنتيم كتعمل 12 مليون حتى 13 مليون، والاله ديال 30 سنتيم كتوصل ما بين 6 مليون حتى 7 مليون، والاله ديال ال 1800 يعني ريباري كتوصل يعني 11000 درهم حتى 12000 درهم، ما فيهاش الفران الى غير ذلك. والاله ديال ابسون ال 805 اللي كان دير عليها الحلقات بزاف، وكان يعني وكان شاركه معكم، وديجا راه حطيت يعني اخر فيديو ديال الريباراسيون ديال ال 805، هذيك هي كتبقى يعني احسن وحده يعني بالنسبه لواحد اللي يلاه بديل المشروع ديالو الصغير، هذه هي اللي غادي تصلح له. هاد الاله ديال الاخوان يعني الثمن ديالها ما كيفوتش 6000 درهم، يعني شوفوا من 12 مليون 6000 درهم. اله يعني تعاونك، وتقريبا عندهم نفس الجوده الاخوان، نفس الجوده نفس الكاليتي نفس اي حاجه، غير هما عندهم الجروب يعني اخرين زي الجروب اللي كيبس، الجروب اللي كيدير الكولا. هادو يعني كدير لك شي مانيول صافي، يعني ما كاينش. والقياس يعني ديال 21 سنتيم ديال الاكاط ماشي هي ديال اطروا، مثلا ال 1800 اطروا، وكاين ال 1300 اطروا حتى هي، ال 805 كاينه اكاطر، والالات الاخرى ديال شركه لوكور حتى هما يعني 30 سنتيم، وكاينه ديال 60 سنتيم. هاد الاله هذه كما كتشوفوا معايا الاخوان صراحه انيقه وزوينه بزاف، لان كما كتشوفوا معايا ما فيهاش الحجم كبير، صغيره. الكاركتيرستيك ديالها الاخوان حتى هما يعني غنخليهم لكم في صندوق الوصف، كيعطيو فيها 3 سنين ديال الكارونتي، يعني 3 سنين ديال الكارونتي مع عند الشركه، ومسائل ديالها كامله الاخوان. كطبع لك الرولو، هذيك فاش مزيانه كطبع لك الرولو، يعني الرولو كامل كيدوز، ويمكن طبع بها على جميع التوابات، يعني التوابات كاملين، سواء القطن سواء البوليستير سواء الساتان سواء فالنتينو سواء كريب، الى يعني توابات لا حدود لهم كاملين كطبعهم. هاد الاله ديال الدي تي اف ما كتعرف لا الوانات المغلوقين ولا النوع ديال التوابات، كلشي كيتطبع كما كنقولوا في المثل المغربي اللي جا بسم الله. هذه فاش زايده على الابسون ال 1805، زايده على الابسون ال 805 هذه كدوز 30 سنتيم، ال 805 كدوز يعني 21 سنتيم، يعني الطول ديال الفيلم اللي كتدخل 21 سنتيم على الرولو شحال ما بغيت. حتى ال 805 فيها الرولو كما كتشوفوا معايا الاخوان، يعني الاله رائعه جدا، وكتطبع لك حتى هي على الفيلم، يعني الفيلم ديال الدي تي اف كيدوز.
والطبعة ديال الدي تي اف كتبقى حتى هي اقتصادية، يعني الا جينا نحسبوا يعني الا 4 كتقام عليك 5 دراهم مطبوعة، يعني بالطباعة ديالها بالمداد ديالها بالفيلم ديالها بكلشي ديالها كتوصل عندك ب 5 دراهم. انت يعني الديزاين هذاك راه كيوصل حتى 40 درهم، فإلا طبعتي 10 ديال الديزاين في النهار عندك 400 درهم الاخوان. حيد منا الافلام مثلا ديال الدي تي اف راه تبقى لك 300 درهم الربح الصافي في النهار، هذه يعني اقل حاجة الاخوان. وصراحة آلة رائعة جدا إخوان، كنصح بها الناس، ولكن هذه كما قلنا راه غالية غير على يعني زايدة واحد شوية على الإبسون ال 805 بالنسبة اللي ديجا يكونوا بداو وباغيين افونسيو، أولا بالنسبة للناس اللي باغيين يدفعوا واحد المشروع ديال المبادرة إلى غير ذلك. هاد الآلة غادي تعاونهم بزاف، وكاينة راه دخلت الحمد لله المغرب، يعني كاين ناس كيبيعوها في المغرب، يعني موجودة بالنسبة اللي بغاها يتواصل معنا على الخاص وحنايا إن شاء الله نوفروها له، ماشي مشكل. فهمنا اخوان، يعني بالنسبه احنا الحمد لله عدنا المشروع لجميع الفئات، سواء الناس اللي يلاه بادين، سواء الناس اللي مافونسيين في الدومين، سواء الناس اللي يعني الفوق، يعني اللي غادي يحتاجوا مثلا ديال 60 سنتيم. وهذا لافونتاج دابا غادي نهضروا الاخوان على السلبيات والايجابيات ديال هذه الاله. الايجابيات ديالها هو انها كما قلنا كطبع على جميع التوابات، من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه ديال الوقت كتوفر الوقت سريعه الى غير ذلك. هادو هما الايجابيات ديالها، يعني اله كامله متكامله، يعني ما غاديش تلقى فيها حتى شي يعني كما كنقولوا ما يتعب من ناحيه الخدمه. اما من ناحيه السلبيات ديالها الاخوان هو انها يعني ال 805 اللي غادي نقول لكم هو ما كيجيش مع واحد الموتور اللي كيحرك المداد، يعني هذاك هو اللي تخاف منه. اما هذه الاله هذه حتى هي عندها موتور كيحرك المداد، يعني ما تخافش منها. والسلبيات الاخرى اخوان هو الراس كيتبوشه، لا من ناحيه الكبيره ولا الصغيره، ولا راه الريوس كاملين بهم كيتبوشاو يعني مع الوقت، ولكن ما يتبوشا راه ضروري تكون دخلتي فلوسها طبيعه الحال، يعني تكون رجمعتي راس المال ديالها، يعني الماكينه كتبقى كامل الارباح. يعني هنا خصك تكون كتعرف تانفيستي، يعني ماشي الفلوس اللي دخلت لك كامله تاكله، يعني لا كاينه لي شارج، كاينه الماكينه، كاين المداد، كاين الكونسومابل الى غير ذلك، هادشي راه كامل كضرب الحساب باش كتبقى ديما خدام. هادو هما يعني النقط الاخوان اللي خصكم توقفوا عليهم، وحنا دائما باقي مستمرين معكم ان شاء الله. اي حاجه فيها المنفعه يعني للفرد والجماعه الاخوان كنحاولوا نقدموها لكم، يعني بدون يعني كما كنقولوا بدون لغه الخشب وبدون يعني احتكار المعلومه الاخوان. اذا نتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان معكم هشام الدمج مصمم اشعاري، ودائما كنحاولوا نجيبوا لكم يعني الجديد الاخوان بخصوص مجال الطباعه والاشعار، وكذلك في المشاريع المختلفه الاخوان بالنسبه للناس اللي عندهم شواهد، او بالنسبه للناس اللي ما عندهم شواهد، كل شيء غادي يعيش معنا الحريه الماليه طبيعه الحال الاخوان. كما كتشوفوا حنا راه الحمد لله بدينا صغارين، ولكن الحمد لله المشروع ماشي هو كيكبر وكيكبر، وانتم كتشوفوا هذا الشيء بعينكم. الحمد لله كنا في محل صغير، دابا بدلنا المحل الى غير ذلك، يعني هذا الشيء كامل بفضل الله وفضلكم طبعا، وباقي ان شاء الله غادي تشوفونا في القمه ان شاء الله، ماشي غير حنا كاملين بينا الاخوان غادي نكونوا في القمه ان شاء الله بحول الله. اذا اخوان نتمنى لكم ما نطولش عليكم، كان معكم هشام الدمج كالعاده، نتلاقاو في فيديو ان شاء الله، نهاركم مبروك، سلامه.